أهلا بكم في الصالون الثقافي لحركة على المليون رقم 88. الصالون الثقافي النهاردة بيحمل عنوان العلمانية والحداثة ووضعهم على خريطة التحول الديمقراطي في المشهد السياسي الحالي اللي بتعيشه مصر الفترة القادمة. أهمية موضوع النهاردة هو يضع إلى حد بعيد إيده على حالة الشقاق أو الفراق اللي ما بين التيار العلماني ما بين يمينيين مع فكرة التراتبية وفكرة الدولة وشايلين إيديهم من الصدام الحادث حاليا ما بين الدولة وما بين المؤسسة العسكرية وما بين التيار الإسلامي واللي لحق بركب المعارضة يعني في خلال 3 شهور بعد 30/6 القوى اليسارية وما بين علمانيين شايفين ان ما يحدث هو امر مقلق على العلمانية، امر مقلق على الحداثة، امر مقلق على الحريات، امر مقلق على عملية التحول الديمقراطي برمتها. وده ليه توجهات وده ليه توجهات وده ليه الاسس الموضوعية اللي مستند عليها في هذا الطرح وده نفس القصة، لكن ما يعنينا في حقيقة الامر هو ان احنا مش عاوزين نعبر عن افكار ذاتية على قد ما ان يكون التحليل موضوعي. والسؤال اللي بيطرح نفسه نحن كطيار علماني أو كأفراد علمانيين وضعنا إيه في حالة اللي بيحصل حاليا؟ هل نقف موقف المشاهد أو دورنا أن احنا بنؤيدش حالة الحراك اللي بتحصل في الشارع حاليا وداخلة في معارضة مع النظام والتخوفات اللي موجودة، هل هي بالفعل حقيقية وواقعية أم مبالغ بها؟ دور الإسلاميين الفترة القادمة هيكون إيه خصوصا من انتخابات الرئاسة في غضون شهر أو أقل؟ اللي يهمنا الفترة القادمة ألا وهو أن عملية التحول الديمقراطي هل ستسفر عن وجود مناخ علماني؟ هل ستسفر عن قيم حداثية المفروضة تبقى موجودة؟ وجاهزية المجتمع لقبول هذا هل موجودة ولا لأ؟ هل الدولة بالفعل تعلمت من أخطاء الماضي وفكرة الهدنة اللي كانت بتعملها مع التيارات الإسلامية؟ هل ستفكر بطريقة مغايرة لما كان يحدث منذ ثورة 52؟ ده اللي هنعرفه من خلال الطرح اللي هيقدمه لنا ضيف الصالون النهاردة زميلي وصديقي والليبرالي العلماني والقيادي في حزب المصريين الأحرار محمد زكي الشيمي. أهلا بك يا محمد. اتفضل يا محمد. ومبدئيا احنا هنتفق ان احنا اللي بنقوله النهاردة هو عبارة عن طرح ووجهة نظر قابلة للنقاش وقابلة للناس تكون معترضة عليها، بس يعني هي وجهة نظر قائمة على أدلة معينة وعلى ملاحظات ومشاهدات بطبيعة الحال، وبالتالي عايز الناس حتى اللي مختلف معانا في نقطة أو اتنين أو كذا يعني يحط النقط دي في دماغه وممكن يدونها ونناقشها بعد كده. طيب احنا الأول بنتكلم عن الحداثة والعلمانية، الطرح ده ازاي ممكن نقدمه في الدولة المصرية دلوقتي. خلينا نتفق ان كلمة الحداثة دي مفهومها قد يكون يعني واسع قوي، واحنا يعني ممكن كل واحد ياخدها بشكل معين. يعني كلمة الحداثة ممكن الناس بتقصد بيها التنوير، ممكن الناس بتقصد بيها الليبرالية، ممكن الناس تقصد بيها الحريات السياسية بالذات يعني كدولة حديثة يعني ديمقراطية وكده. فاحنا لازم نحدد احنا لو بنتكلم على ان مثلا ان احنا متفائلين ان مصر تكون دولة حديثة نقصد ايه بالكلمة دي؟ هل مثلا دولة حديثة معنى ان هي دولة متقدمة صناعيا والى اخره؟ فالفكرة الاساسية احنا عشان نناقش الموضوع لازم نناقش شوية المفاهيم دي باختصار شوية. الاول رقم واحد، احنا لما بنتكلم على ان مصر دولة حديثة معناها ان احنا بنتكلم ان احنا على طريق الحداثة. طريق الحداثة ده ليه مجموعة حاجات يعني معينة في الدولة الحديثة بشكل عام، طبعا بالإضافة لوجود الدولة، لان ده مفهوم كتير دلوقتي بقينا مضطرين للأسف ان احنا نقول. يعني الشيء الطبيعي ان اي دولة في العالم دولة حديثة يجب تكون اساسا دولة، لان كلمة دولة معناها ان في نظام وقانون، ومعناها انك عندك دولة قانون وفي حاجة بتطبق نظام على الناس. للأسف شيوع الأفكار شوية ممكن نسميها يعني الراديكالية الثورية أو الأناركية في وقت من الأوقات في المناخ المصري في السنتين ثلاثة اللي فاتوا خلى أنك أحيانا محتاج تركز على الجملة دي تقول إن في دولة. ليه؟ لأن البديل لسلطة الدولة زي ما هو مفهوم بيكون دائما إما سلطة قبلية أو يعني مجتمعات أو سلطات موازية في المجتمع. فإحنا الفكرة إن هيكون عندك دولة، الدولة دي تكون على طريق احترام حقوق الإنسان لأن ده جزء من الدولة الحديثة، طريق التحول الديمقراطي مفهوم طبعا ان احنا مش هنكون دولة ديمقراطية يعني بكبسة زر زي ما بيقولوا، ان انت على هذا الطريق بالتأكيد انها دولة لا تتدخل في حريات الناس الشخصية، ومن ضمن الحريات دي طبعا حريات الاعتقاد، وبالتالي جزء من المفهوم ده مرتبط بمفهوم العلمانية كنظام سياسي ان الدولة تستطيع انها تكون محايدة تجاه معتقدات الافراد بتوعها. هذه المنظومة هل يمكن اقامتها بعد 30 يونيو ولا الفكرة ان لا ده هو المنظومة القائمة سواء قبل 25 يناير
او عموما بقى يعني اذا كنا بنتكلم على بعض الناس بيقول لك لا مش بس المنظومه اللي قبل 25 يناير ده احنا بنعود لمنظومه الخمسينات والستينات. ايه اللي يعني ايه اللي يشير لنا احنا رايحين فين؟ لازم نبتدي بقى نفصص الحاجات دي حاجه حاجه. اول حاجه فكره الدوله، الدوله المصريه، يعني نخرج من الدوله الى الدوله المصريه نفسها. الدوله المصريه مبنيه منذ يعني 7000 سنه 5000 سنه تحديدا على فكره الدوله المركزيه. دي مشكلة رئيسية في فكرة الحداثة في حد ذاتها، لأن أنت دايما عندك من زمان فكرة أن أنت في الفرعون عموما أو السلطة القائمة في الدولة هي اللي بتتولى من أول ما كانت بتتولى توزيع مياه الري والكلام ده كله، ففي دايما نوع من الخضوع للسلطة. حصل عندنا كسر في هذه السلطة بشكل ما في عبر القرون المختلفة، وبقى عندك نوع من أنواع السلطات القبلية والسلطات المحلية بالذات في المناطق اللي بتغيب فيها الدولة زي الصعيد، وده يعني دايما ملحوظ الفرق ده. لكن منذ عصر محمد علي الدولة المصرية بترتكز بشكل أساسي على يعني لب الدولة المصرية أو قلب الدولة المصرية اللي بيرتكز بشكل أساسي على الجيش اللي عمله محمد علي. والجيش ده كان ليه دور سلبا وإيجابا من الناحية السياسية، يعني في الحياة السياسية المصرية عبر بقى كل الحركات من اول حركه غرابي مران ل 52 والى اخره. ومن عام 52 ليه دور معين، يعني دور موجود في المنظومه السياسيه المصريه بشكل من الاشكال حتى لو مش ظاهر في الوجه. السؤال بقى رقم واحد، لو احنا بنيجي نتكلم بعد 30 يونيو، هل من المتصور ان احنا الدوله المصريه ما استوعبتش اللي حصل بعد 25 يناير؟ انا في تصوري ان ده مش حقيقي. ليه مش حقيقي؟ اول نقطه مهمه ان لو احنا بنتكلم على شكل الانقلاب العسكري التقليدي، فان كان الطبيعي ان يكون في سيستم اتفرض او اتحط عن طريق اللي في ايديهم السلطه اللي هو الجيش بشكل عام. السيستم عباره عن ايه؟ عن دستور. الدستور ده احنا عارفين ان طريقه تشكيل الدستور تمت عن طريق لجنه الخمسين. لجنه الخمسين صدر بيها قرار عن طريق الرئيس المؤقت عدلي منصور. الفكرة الأساسية من اقترح أسماء لجنة الخمسين؟ ده سؤال من الأسئلة المهمة جدا، إن هي تكشف حقيقة الوضع. وقع الأمر إن جبهة الإنقاذ هي اللي حطت الأسماء عن طريق ترشيحات الأحزاب بتاعتها، باستثناء يعني بضعة أسماء هي الأسماء المرتبطة طبعا مرشحي الجهات اللي زي الازهر والكنيسه، ودول كانوا كده هيبقوا موجودين في جميع الاحوال. وكان في ضغط حقيقي في اتجاه وجود يعني ممثلين للتيار السلفي، دي حقيقه يعني حقيقه لانها اقر بها كذا يعني كذا جهه، يعني انا طبعا ما عنديش معلومه يقينيه، بس كان مؤكد ان حزب النور ان كان في تصميم انه يكون ليه موجود ممثلين، وطرح في الايام الاولى بعد 3 يوليو ان يكون هناك ممثلين للاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله، وهو من رفض الاشتراك. فخلينا نبتدي من هذه النقطه عشان نبتدي نشوف المشهد بشكل عام. طيب اذا كان فعلا انا عايز اعمل نظام سلطوي تماما وقائم على افكاري بشكل مستقل، ايا كانت بقى الافكار دي اصلاحيه وحشه جميله مش مهم، اذا كانت هذه هي النيه، فكان من الطبيعي ان السيستم اللي هستند عليه الدستور، يعني في النهايه مفهوم انه طالما هيتم مع وضع الدستور لتعديل دستور مرسي او الغائه طبعا، فان الشيء الطبيعي ان الدستور ده مش هيتعدل تاني يوم بعد ما هقره، يعني على الاقل انت بتتكلم على فتره بضعة سنوات 4-5 سنين هذه المواد تقريبا ثابتة، لأن أي تغيير فيها بعد كده هيعمل قلق سياسي واجتماعي. طيب يبقى أنا لو عايز أعمل هذا التسلط يبقى الطبيعي أن أنا اللي هشكل اللجنة دي سواء بقى من عسكريين أو أن أنا على الأقل هصدر يعني قرار التشكيل ده بناء على القرار المنفرد مني. ده ما حصلش، بالعكس أن جبهة الإنقاذ في ذلك الوقت كانت بتضم أحزاب ويعني وتيارات تعتبر بشكل من الاشكال يعني ضد فكره الدوله العسكريه بشكل كبير جدا، وكان ليها دور كبير في صناعه القرار، ومنهم مثلا حزب الدستور والبرادعي والى اخره. بالمناسبه احنا كلنا ضد الدوله العسكريه بس عشان ما حدش يفهم كلامي بشكل غريب، بس اقصد اقول انه هذا الخطاب الزاعق في هذا يعني في الاتجاه ده كان يعني هذا الخطاب الزاعق كان بتتبناه يعني حزبين كانوا مشاركين رئيسيين في السلطه. هنيجي دلوقتي لفكره المشاركه في السلطه. البرادعي كان موجود في هذه السلطه، زياد بهاء الدين، حازم الببلاوي نفسه هو تم اختيار رئيس وزراء، هو في الاخر كان يعني محسوب على حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمعنى ان كل المجموعه ذات الصوت الاعلى في فكره ان احنا ضد كذا واحنا ضد الدوله العسكريه كانوا موجودين بشكل من الاشكال في هذه السلطه.
طيب السؤال يعني اللي بعد كده، طيب هل تم التدخل بشكل مباشر من المؤسسة العسكرية في صياغة الدستور؟ غالبية يعني بنسبة 99% مما يعني من مداخلات الناس دي ومن حواراتها، واحنا يعني عملوا حوارات في الإعلام واتكلموا كذا، لم يحدث، بعضهم أشار لنقطة معينة ونقطة محددة، يعني دي اللي حصل يا خلاف اللي هي كلام دكتور محمد أبو الغار حول فكرة حكمها مدني، ويعني دي النقطة الوحيدة اللي حصل فيها هذا الحوار. كل ما عدا ذلك تم نتيجة لتوازنات ارتضاها أعضاء لجنة الخمسين، لم تكن بالضرورة في الاتجاه العلماني. أنا شخصيا مثلا كنت يعني بطبيعة الحال بطبيعة التوجه الفكري إني شايف إن في مواد كتير من ضمنها المواد المرتبطة بسلطة الأزهر ومن ضمنها المادة الثانية ومن ضمنها مواد متعلقة بحرية الاعتقاد، إن كل المواد دي كان يجب إن يتم تعديلها بشكل أفضل من كده وإلغاء بعضها طبعا، لأنها في مواد مرتبطة برضو بسلطة الكنيسة. يعني الفكرة كلها إن أنت بتتحدث عن دولة مش دولة علمانية بشكل كامل بطبيعة الحال في النصوص الدستور. ولكن كل هذه التوازنات يعني أول من تحدث، خلينا نتكلم بقى بشكل صريح لان احنا كنا عاملين حمله في هذا الموضوع، اول ما نتحدث على فكره ان الماده 219 من الدستور 2012 الماده اللي اتلغت طبعا او تم يعني تم تعديلها وفي جزء منها موجود في الديباجه والباقي اتشال يعني بشكل من الاشكال، لكن فكره ان مواد الشريعه هي الاساس والادله الفقهيه والاصول الكليه والكلام ده كله، كل الماده الغيت ولكن بقى جزء بيشير اليها في الديباجه وجزء يعني مختلف عن المادة، يعني ممكن نتناقش في الحتة دي بعدين. بس المهم يعني اول من اشار الى ان المادة دي يجب عدم المساس بيها ما يعني كان هو في الاخر الدكتور محمد ابو الغار، يعني هو اول من اشار الى ذلك، وده كان الكلام ده كان في اغسطس ان هو طلع وقال المادة 219 لا يتحدث فيها سوى الازهر. الفكرة هنا ايه؟ ان انت مفروض انك ممثل في لجنة الخمسين وتم اختيارك عشان تكتب الدستور بتاع المصريين، وبالتالي فانت مفوض انك تتكلم في الكلام ده، انت ده الوضع الطبيعي. فكان غريب جدا ان القوى المدنية الاكثر برضو اللي صوتها اعلى في هذا الاتجاه بتقول انا ماليش دعوة الازهر هو اللي يتكلم بس. نرجع لنفس الكلام، السيد البدوي برضو ممثلا عن حزب الوفد قال كلام شبيه بهذا الكلام. فالفكرة في ايه؟ ان نتيجة لان في فكرة ان احنا عايزين نمرر هذا الدستور حصل التوازنات وحصل كذا وحصل رغبة في إرضاء الجمهور عشان الناس تقول نعم، كل ده احنا متفقين عليه، ولكن فكرة الضغط المباشر يعني لم يزعمها أحد من هؤلاء، يمكن بس إلا النقطة دي اللي حصل فيها خلاف. وأنا شخصيا يعني أنا مش مقتنع بالجزئية دي قوي، بس احنا مش عايزين نتكلم بآراء الشخصية، يعني خلينا نتكلم بس بالمثبت. المثبت ان دي كانت الجزء الأساسي. يعني نتجنب بقى موضوع الدستور، دي إشارة من الإشارات الأساسية لفكرة كيفية صياغة نظام جديد. طيب الدستور اللي تم وضعه على اساس ان في توازن سلطات بين الرئيس ورئيس الحكومه او يعني والحكومه عموما والبرلمان، لان البرلمان معروف انه بقى هو المسؤول ان هو يجيب الحكومه. ده بيعارض فكره الدوله الابويه الكامله او المطلقه اللي احنا يعني لو احنا بنتكلم على النموذج ما قبل 2011، النموذج ما قبل 2011 هي دوله الرئيس فيها يملك تقريبا لو احنا بنحسبها بنسب 70% من السلطات اللي موجوده في الدوله في ايد الرئيس، سواء بصفته رئيس الجمهورية أو بصفته حكم بين السلطات أو بصفته هو يعني رئيس أعلى لكل الهيئات المختلفة في الدولة. طيب لكن عندك نظام مختلف حاليا، ده بنص الدستور بيخلي الرئيس في إيده جزء من هذه السلطة ورئيس الحكومة أو الحكومة في إيدها جزء تاني من السلطة والبرلمان في إيده جزء تالت. ممكن نعتبر أن هذه النسبة اعتبرت أن الرجل الأول والثاني معا يمتلكوا 60% من هذه السلطة و 40% للبرلمان، دي نسبة تقديرية بس أنا شايفها كده من مواقع مواد الدستور. السؤال بقى، طيب لو إحنا بنفترض أن هذا الاتجاه هيكون اتجاه معادي للفكرة الحدثية والعلمانية، الشيء الطبيعي انه هيكون عشان يكون بهذا الشكل لازم تتوافر فيه مجموعه خصائص. الاولى انه يكون نظام يعني سلطوي بيعتمد على مجموعه افراد بعينهم، يعني فرد او اثنين او عشرة او كذا. لما بيكون في نسبه كبيره من الاعتماد على النظام البرلماني مش بالضروره هيكون كده، ده رقم واحد، وده لسه فكره هنناقشها طبعا، احنا بنقول عناوين فقط. الفكره الثانيه انه يجب ان النظام ده يكون كتلته الاساسيه من الناخبين هي كتله من السلفيين او من التيار الديني، او يعني باختصار انه بيعتمد عليهم اعتماد اساسي، وده مش حقيقي. يعني لو احنا جينا حتى يعني نركز شويه في الحته دي، ان لو احنا جينا شفنا الكتله اللي صوتت في الدستور في استفتاء الدستور حتى الان، لان ما عندناش انتخابات ثانيه وجريت من ساعتها
لم تكن هذه الكتلة بالضرورة يعني نسبة السلفيين فيها مش محددة ومش واضحة وليست كتلة مؤثرة في الحشد. ده اللي احنا كلنا لاحظناه، لدرجة ان بعض الناس يعني قال لك لا ده حتى السلفيين ما نزلوش. يعني ده طبعا يعني مش مثبت ومش حقيقي بالضرورة ان بعض قيادات السلفية راحوا صوتوا، لكن انت ما عندكش ما يفيد انهم عملوا حملة حشد حقيقية للنزول للتصويت. وطبعا معروف ان الاخوان قطعوا، وبالتالي فمعظم الكتب التيار الديني المعروفة واللي ليها نفوذ قوي في الحياة السياسية في مصر لم تشارك حتى في التصويت، أو شاركت بنسبة غير ظاهرة وغير مؤثرة. إذا كنت استطعت في الآخر وصول ل 20 مليون واحد شارك في التصويت أو whatever الرقم يعني قريب من ذلك بدون الاعتماد على هذه الكتل، إذن القوة الانتخابية للسلطة أو القوة السياسية للسلطة لا تقوم على هذه الكتل. بمعنى آخر، لما يجي مرشح يجي يقول لك والله أنا يا جماعة معتمد على إيه، مش هعتمد على أصوات أو أنا مش ميال لأفكار التيارات السلفية أو التيارات الإخوانية إلى آخره، بس في الواقع هو معاه 10 ناخبين من أصل مليون وهم معاهم نص مليون. الشيء الطبيعي إن هو بيحصل إيه لو إنه هيكسب ويقدر ينفذ كلامه؟ إنه هيميل إليهم عشان يقدر يعمل الكلام ده. ده وضع طبيعي، وضع مفهوم. لكن إذا كان عنده فعليا كتلة تصويتية، مين مكان المرشح ده؟ كتلة تصويتية بنسبة 60 أو 70% من الناس دول ويستطيع أنه يكسب بيهم وهو مرتاح بدون ما يعتمد على التيار الديني، إذن فكرة الارتباط بين الاثنين فيها مشكلة، ما نقدرش نقول أن هي كده. طيب في تعليق؟ لا خد راحتك تمام. إذن ده عامل تاني من عوامل الحكم. تعالوا نرجع للتركيبة القائمة قبل 2011 عشان يمكن نفهم شوية الوسط السياسي اللي احنا فيه. في تركيبة 2011 احنا عندنا جبهة سلطة بشكل من الاشكال وجبهة معارضة ايا كانت بقى المعارضة. السلطة اولا كانت بتنقسم لثلاث تيارات رئيسية، تيار محافظ تماما اللي هو التيار اللي بيعتمد على القبليات والعصبيات والنفوذ اللي موجود عن طريق العائلات وكده، ودول في النهاية ولائهم دائما مضمون للسلطة بشكل من الاشكال، لان هو نفسه في احتياج، هو طبعا بيمثل سلطة عنده في مكانه، واحتياجه للسلطة المركزية ضرورة نتيجة نقص الخدمات و إلى آخره. عشان كده تلاقي دايما ان في الصعيد يعني الناس شايلة سلاح والناس بتعمل نتيجة لغياب الدولة المركزية، فهو دايما دايما بيشعر ان الدولة بتشيل عنه حمل. عشان كده حتى نلاقي ان فكرة الثورة بمعناها سواء الإيجابي او السلبي ما وصلتش للصعيد بنفس الدرجة اللي وصلت فيها الأماكن تانية. دول التيار رقم واحد في ضمن تيارات السلطة. التيار الثاني كان التيار المحافظ السياسي المنتمي لقيم الخمسينات والستينات، بس كانوا جزء في الحزب الوطني. والتيار الثالث كان التيار الإصلاحي داخل الحزب الوطني اللي هو عنده أفكار أكثر قبولا نحو يعني حرية السوق يعني والأفكار الليبرالية عموما، اللي هو كان بيوصف بأنه تيار جمال مبارك بين قوسين، وكان برضو جزء من السلطة. دول الثلاثة كانوا جزء من السلطة، كان في بينهم صراع خفي. المعارضة لهذه السلطة بقى انقسمت طبعا لكذا حاجة، منهم التيار الليبرالي اللي كان يرى ان التيار الليبرالي الموجود في جناح السلطه في سواء مجموعه جمال مبارك او غيره لا يمكن انه يمثل الليبراليه، لانه معتمد بالضروره على نجل الرئيس او على سلطه معينه، وان انت مفروض عليك ان الناس دي لازم تؤيدها بشكل من الاشكال، وبالتالي من غير المأمول انك هتبني منظومه ديمقراطيه بيهم. دول كانوا رقم واحد في الاجنحه المعارضه، ودول كانوا معارضين من داخل التوجه الايديولوجي للدوله في العشر سنوات الاخيره. يعني الدولة عموما اتجهت نحو سياسات حرية السوق إلى آخره من عام 74 طبعا، ولكن بشكل رئيسي في العشر سنوات الأخيرة، فكانوا هم مؤيدين لهذه السياسات وما فيها سياسات الخصخصة، ممكن طبعا مع اختلافات على تفاصيل بسيطة، ولكن اختلاف رئيسي على أن جوهر العملية الديمقراطية أو جوهر عملية التحول الديمقراطي مش هيتم في وجود التركيبة دي. وعندنا مجموعات أخرى مخالفة للأيديولوجية السياسية دي وتعتمد أيديولوجية سياسية كانت بتتبعها الدولة في فترات يعني قبل كده، زي الاشتراكيين والقوميين اللي شايفين النموذج المثالي هو اللي كان موجود في مصر في الستينات أو ما قبل 74، اللي ضد كامب ديفيد، اللي يعني هما باختصار الكتلة المعارضة للتوجه الأيديولوجي للدولة. في مجموعة أخرى هم المعادين للدولة المصرية بمعنى كلمة الدولة المصرية، باعتبار أنه عنده وطن أممي إسلامي أو whatever إيه، دولة الخلافة، اللي هم كانوا الإخوان والسلفيين. والإخوان عندهم ميزة أخرى أنه عنده يعني تنظيم طبعا هم الاثنين منظمين، وكان أقول أن تنظيم شبكة السلفيين عندهم منهج معين وفكرة معينة. الإخوان أقرب لفكرة أن احنا ما يعني نعتمد على التنظيم أكثر من اعتمادنا على الفكر.
في بقى يعني جناح مشي خالص, هو مش بقى المعادي لفكرة الدولة المصرية, هو معادي لفكرة الدولة أصلا, هو دول يعني الأكثر راديكالية والأكثر فوضوية, اللي هو عموما ضد فكرة الدولة زي الأناركيين مثلا, ودول أقلية ولكن تأثيرهم بيظهر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي, يعني بيديهم حجم ضخم أوي لكن هم عدديا مش موجودين بهذه الضخامة. يعني كل يعني هذا الطيف بقى كله حصل لما حصل الثورة في 25 يناير, كانت الفكرة واضحة في أولها أن احنا في مجموعة ضد وفي مجموعة مع بعض, حتى الناس اللي ضد السلطة مثلا ما نزلش في الثورة ما شاركش فيها, ولكن نقدر نقول هو مؤيد بقلب, يعني كان في مثلا بعض التيارات سواء من التيارات المدنية أو التيارات الدينية كان عندهم تخوفات, التيار معين شايف أن والله احنا الثورة ستقود إلى وصول الإسلاميين إلى السلطة وبالتالي إحنا يعني هنتبهدل وهيبقى زي إيران وإلى آخره, فبالتالي ما شاركش, ده جزء منهم, وجزء آخر منهم جزء مثلا من السلفيين هو ما شاركش باعتبار لأسباب يعني فقهية, يعني هو مفهوم عنده خروج على الحاكم أو غيره, ما اشتركش بشكل من الأشكال لسبب معين في توجه الأيديولوجي, لكن الفكرة أن كان في معسكرين متميزين مع وضد. منذ ما بعد 11 فبراير التوازن ده اختل تمام, يعني احنا بنتكلم دلوقتي في مجموعة تحالفات بنيت على مدى الثلاث سنوات اللاحقة ل 11 فبراير. التحالفات دي ضمت ايه؟ يعني هنلاحظ ان حصل تقارب بين التيار الليبرالي او الاصلاحي, بلاش اقول الليبرالي عشان هو ما كانش ليبرالي برضو قوي, بس التيار الاصلاحي اللي كان ضمن السلطة اللي هو كان بيوصف بانه مجموعة جمال مبارك, مش كاشخاص مش كرموز مش كاسماء بمعنى فلان الفلاني, لا كفكرة كايديولوجي, والمجموعة الليبرالية اللي كانت ضد السلطة, المجموعتين تقاربوا مع بعض بشكل أكبر في الثلاث سنوات اللاحقة. التيار اللي كان ضد السلطة لأسباب أيديولوجية زي الاشتراكيين والقوميين اضطر لدخول عدة حملات انتخابية, كان من ضمنها مثلا حمدين صباحي في انتخابات 2012, وهنا ظهر نوع من أنواع تطوير الخطاب اللي اضطروا ليه اضطرار, يعني حمدين صباحي ظل منذ عام 77 مثلا يعلن معارضته للكامب ديفيد وان احنا ضد مش عايزين معاهدة السلام كده, في اول انتخابات ادرك ان انا والله لو قلت الكلام ده الناس مش هتصوت لي والناس مش عايزة دوشة الدماغ والحرب وكذا, فقال والله احنا يعني بغض النظر عن ده صح ولا غلط, بس هو ده خطابه ان هو قال لك والله احنا بنفكر في يعني ممكن نقبل المعاهدة بس ممكن نفكر في تعديلها وكذا, بما يعني ان هو في الاخر كل الحاجات اللي اخذ حتى هو نفسه, نرجع لنقطة تانية انا مش عايز ابعد بعيد عن النقطة بس انا بحاول بس ايه اشرح السكوب العام للمشهد, يعني مثلا كان طول الوقت ضد الرأسمالية والآخرية, قال لك بشكل من الأشكال في حملته احنا والله يا جماعة احنا مع الرأسمالية بس ما تكونش رأسمالية قاسية ومفترية, بغض النظر برضو عن مضمون كلامه صح ولا غلط, بس الفكرة اذا هو اضطر الى تعديل خطابه ليقترب هو كمان من فكرة ان احنا مع تيار الدولة, عشان كده نلاحظ ان حتى لو احنا بنتكلم مثلا عن حملة مرشح زي السيسي حاليا هنلاقي ان الطيف بقى غريب قوي شوية, يعني الطيف يعني يمتد من اقصى اليمين الى اقصى اليسار, مش اقصى اليسار الحياة ومش اقصى اليمين قوي, لكن عندنا الليبراليين وقوميين واشتراكيين كلهم موجودين في اتجاه واحد, مصريين كمان يعني قوميين عرب يعني, وكل دول موجودين في معسكر واحد ليه؟ لان التهديد اللي حصل لفكرة الدولة المصرية, المصريين عموما ده اللي انا كنت بقوله في الاول, المصريين عموما مرتبطين جدا بفكرة الدولة بسبب يعني بسبب تراث يعني من الاف السنين مركزية الدولة بشكل من الاشكال, ففكرة الدولة عنده مش زي نفس فكرة الدولة اللي موجودة في اتفاقيات سايكس بيكو مثلا, الدول اللي نشأت على اتفاقات سايكس بيكو يعني لبنان والعراق مبنيين بالاساس على توازنات طائفية وعشائرية منذ تأسيسهم, ان هم اتبنوا على معاهدة سايكس بيكو, في حين ان مصر دولة معروفة يعني شبه ثابتة بحدودها بشكلها كده تقريبا بقى لها 5000 سنة تقريبا, كل ما تغير هو ان التخوم بقت حدود مرسومة بمعاهدات في 100 سنة الأخيرة, لكن التخوم بتاعت الدولة دي ثابتة, الإقليم ده تعريفه ثابت, المنظومة السياسية فيه دايما كانت منظومة قائمة بذاتها, حتى لما كان جزء من دولة أكبر زي الدولة العثمانية أو كان دايما الاقليم ده اسمه ولاية مصر, كان يعني معروف مش زي ليبيا مثلا كان في برقة وفزان وطرابلس, مش زي الشام كان في متصرفية جبل لبنان وولايات مختلفة الى اخره, هو طول الوقت المكان ده كله مع بعضه قطعة واحدة, ففكرة الدولة المصريين مؤمنين بيها جدا, وبالتالي تعرض فكرة الدولة للتهديد سواء بقى فكرة الاخوانة سواء بفكرة الهجوم على القضاء والجيش والشرطة واحنا هنعمل واحنا كذا, فكرة ان احنا هنيجي ننسف المنظومة دي كلها يمكن تعدي بسهولة في سوريا في العراق في تونس لكن ما تعديش بسهولة في مصر, طبيعة المنظومة المصرية كده, فاللي حصل ان هذه الفئات السياسية والأيديولوجيات السياسية اللي شعرت بتهديد من الجهة دي اقتربت مواقفهم بشكل من الأشكال عبر الثلاث سنين دول. نرجع تاني لفكرة المنظومة العلمانية, لو احنا بنفكر كواحد
هنفترض ان احنا بنحط النظام السياسي لمصر، كلنا معترضين طبعا كل واحد حسب توجهه، بس احنا لو بنتكلم من منطلق ان احنا عايزين دولة علمانية ودولة حديثة وكذا، كلنا معترضين على شكل المنظومة المصرية، على تدخلها في الحريات، على تهم زي تهم ازدراء الاديان وكذا الى اخره. كل التهم دي انت معترض عليها وعندك مشكلة معها، بس انت في الاخر انا دلوقتي عايز احط النظام السياسي، هنحط نفسنا مكان اللي بيحط النظام ده ونشوف هل هو فعليا مشي على الطريق اللي يعمل دولة حديثة ولا العكس. رقم واحد، السؤال اللي دايما الناس بتقوله، بتقولك والله احنا مش شايفين مؤشرات لكده لان لسه في ناس بتتوجه لها تهم ولسه في كذا، الكلام ده دايما بيتقال وبيتكرر، وده صحيح، ناس لسه بتتوجه لها تهم مثلا بتهم زي ازدراء الاديان او الاخري. لكن السؤال، السلطه نفسها دورها هنا كان ايه في وقت من الاوقات؟ لو نلاحظ ان كانت الدوله بتمارس كم ضخم من المزايدات على الاسلاميين دخلوا السلطه، يعني مثلا من زعام 71 من ساعة نظرية دولة العلم والإيمان، كنت أنت بتشهد دولة بتدي مساحة أكبر للإخوان المسلمين وغيرهم في الجامعات، في الجامعات بالذات. أنت عندك اللائحة الطلابية منع النشاط السياسي، أنت عارف أن الإخوان موجودين، بتتعامل معاهم أن هم موجودين كشر أو كخير مش مهم، بس هم موجودين، وبالتالي بتضطر أنك أنت تزايد عليهم. نماذج من كده كانت مثلا أزمة الرسوم الموسيقى بتاعت الدنمارك، كان عندك يعني في نماذج كتيرة كانت الدولة، صفوة الشريف مثلا بيقولك احنا هننزل نتظاهر ضد كذا الى اخره، ودي فكرة غريبة ان الدولة تتبناها. يعني حتى يعني على سبيل المثال كان جمال عبد الرحيم هو رئيس تحرير لصحيفة حكومية يعني في وقت من الاوقات، كان بيتبنى حملة ضد البهائيين والى اخره، يعني ده مختلف، يعني مخالف حتى لفكرة حرية الاعتقاد بالكامل. في الحزب الوطني كله شيمي في موضوع الحجاب بتاع فاروق مثلا فاروق حسني مثلا، النقطة نفسها والخلاف، ولما طلع كل واحد فيهم سواء زكريا عزمي او كمال الشاذلي يقول لك اصل احنا اسرنا شكلها ايه، واحنا يعني كلام ملوش اي علاقة بانك انت بتتحدث عن دولة حديث. الفكرة دي هنا ايه؟ فكرة المزايدة على الاخوان، إيه؟ يعني وجود الاخوان، الاخوان موجودين، انا سامح لهم بحرية سياسية مجال معين، غيرهم مش مسموح لي بالمجال ده، وهقعد ازايد عليهم باسم الدين طول الوقت وهم يزايدوا علي. يعني المنظومة دي ثبت فشلها في ان في الاخر ايه؟ لأسباب مش مرتبطة بالأيديولوجي دي نهائيا، وبعضها مرتبط بقى بالسخط السياسي على ان انت عندك 30 سنة نظام مغلق، ما فيش انتخابات، تزوير انتخابات 2010، ايا كان السبب، الوضع في النهاية انتهى ان حصل فوران مفاجئ في ظروف دولية ودعم دولي والى اخره، والموضوع انتهى لان النظام كله انقلب. لو انا دلوقتي عايز احط النظام، لا انا هفترض ان انا الحاكم بأمره في مصر وعندي كل السلطات واقدر اعمل اللي انا عايزه، لو انا عايز احط نظام يمنع ده، ليس امامي طريقه الا ان انا اعمل ايه؟ اروح جاي تاني زارع المفاهيم الحدثيه في المجتمع، او على الاقل ان ما كنتش هزرعها اسمح بتواجدها زي ما سمحت بتواجد غيرها. ده من حيث المبدا. يعني انا ايه دلوقتي؟ انا لو انا في السلطه انا ما عنديش حل غير ده، لازم اعمله ليه؟ ان ما كنتش عشان هم دول اللي بيشكلوا التيار الفكري بتاعي، انا افترض ان ده مش التيار الفكري بتاعي ولا يمثلني ولا اي حاجه، بس على الاقل عشان اخلق التوازن. التوازن ده ما اتخلقش قبل كده، ما كانش موجود في السلطه المصريه، بمعنى ان احنا عندنا ناس اشخاص لا يعلنوا ارائهم السياسيه بشكل واضح، لا يعلنوا ارائهم الايديولوجيه بشكل واضح، انما كلهم بيطبطبوا على والله لا احنا اللي بنقوله ده مش معارض للجماعه السلفيين، لا احنا اللي بنقوله ده مش ضد كذا، احنا مفهومنا مختلف عن الشريعه الى اخره. لا، الفكر الاساسي ان انت ما دام بتتحرك من ارضيه الخصم، ان انت بتيجي تقول والله احنا ايه عايزين، احنا بنتبنى مفهوم للشريعه متطور، ماشي، واللي قدامك بيقول لك والله وانا متبني مفهوم رجعي للشريعه او متخلف للشريعه، وطبعا هو ما بيقولش كده بس ده معنى هذا النقاش وهذا الجدل بيقودنا احنا نحو ايه؟ بيقودنا ان احنا ايه؟ بنناقش على ارضيه الخصم، يبقى هو اللي كسبان، هو يقول لك انا فاهم الشريعه اكتر منك، انت بتاع شريعه، لا انا فاهم الشريعه اكتر منك. دايما النقاش ده، انما الوضع اختلف كتير في التاسع سنين اللي فاتوا، وجزء منه بسبب الثوره طبعا، ان انت لا، الناس دلوقتي بتناقشك وبتقولك يا عمي ناقشني دلوقتي، انا بتناقشني في الموضوع الفلاني قول لي جوهره مفيد بالنسبه لي ولا لا، ما تقعدش تكلمني في الشريعه ولا لا. صحيح ان الناس اللي بتقول كده ما همش اغلبيه وما همش نسبه ضخمه، ولكن وجود التيار ده نفسه معناه انك انت ماشي في الاتجاه ده. نرجع لفكره الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه. طيب، ناس كتير برضو بتشير لما يعني مثلا يقول لك والله السيسي مثلا اصله كان بيقول لك 3 ساعات و999 الف ومش عارفين، والساعه الاوميجا والسيف اللي مش عارفين والى اخره.
احنا عارفين عموما ان في توجهات كتير يعني في الاعتقاد الشخصي عن الناس كتير، عندنا توجهات كتير للناس بتبقى فيها يعني نوع من لمسات التدين او التصوف او الى اخره، بغض النظر عن كده. الفكرة الاساسية لو احنا بنقول هذا الكلام معناه ان احنا ازاء سلطة تدين سياسي او دولة بتدعم المحافظين الدينيين في السلطة، لو هنثبت الكلام ده لازم غير العوامل كمان اللي قلناها بتاعت السياسة وكتلة الناخبة والكلام ده كله، نشوف طبيعة تركيب المؤسسة دي نفسها اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المؤسسة العسكرية. لازم الناس تتفق على احتمالات: واحد، المؤسسة العسكرية هي من يحكم مصر، ده احتمال. اتنين، المؤسسة العسكرية مش هي اللي بيحكم، وديها لسه هنناقشه بقى كده. طيب انا افترض العسكرية اللي بتحكم، والنظرية دايما اللي بيروجوها ان هي فكرة والله اصل اللي بيحكم في الاخر واجهة، ان حتى لو جه السيسي فهو في الاخر ممثل للمؤسسة العسكرية في السلطة الى اخره، ماشي. طبيعة المؤسسة العسكرية لا تقبل وجود الاخوان. لو احنا جينا شفنا الاختراقات اللي حصلت في منظومة الدولة المصرية هنلاقي حصل اختراق في الشرطة، هنلاقي حصل اختراق في القضاء، يعني هنلاقي باختصار كده هنلاقي قضاء اخوان، وهنلاقي ضباط شرطة اخوان وغيرهم، بس انا بتكلم على الحتة دي تحديدا، ودول المفروض انهم جزئين رئيسي. طبعا هنلاقي اعلام اخواني، هنلاقي يعني مش عارفين، وهنلاقي سفراء في الخارجيه، يعني رفاعة الطهطاوي مثلا مثال واضح، يعني اخوان. الجهه الوحيده اللي انت مش هتلاقي فيها اخوان هي الجيش حتى الان على الاقل، ده مش ظاهر. طبعا هو ممكن يكون فيه، ولكنه في الاخر حتى لو موجود مش ظاهر ولا في ايده سلطه، ولو وصل لاخره هيبقى رتبه قليله وهو بيختفي بشكل من الاشكال، سواء بقى المخابرات الحربيه يعني بتعرفه بتشيله بتطلعه معاش، مش موضوع، لكنك عمرك ما بتلاقي ده ظاهر في الجيش. حتى البعض اشار مثلا لبعض القيادات سامي عناص ومتحالف عليكم، ده واضح انه مش حقيقي، يعني واضح يعني بغض النظر ان اللي بيقول كده بيقولوا لاسباب معينه، بس هو واضح انه مش حقيقي، لان لو كان الوضع كده في 2011 ما كناش وصلنا للمشهد ده. هو بيقول لك هو سلم السلطه للاخوان، لكن هو ما سلمش السلطه للاخوان بطريقه يعني بهذه الطريقه، هو اجريت انتخابات وحصل فيها نتيجه معينه. صحيح ان كان في تمهيد معين للانتخابات دي بشكل معين، وان الدستور هيتعمل على اساس معين والبرلمان هيتعمل بشكل معين، لكن في الاخر توازنات السلطه هي اللي عملت ده. بمعنى احنا في عام 2011 حصل ثوره على هذا النظام من تيار واسع او جماعات كتيره من الشعب المصري. انت لو في السلطه برضو تاني نرجع نضع نفسنا مكان اللي في السلطه، انا لو في السلطه هذه السلطه شرعيتها انتهت الدستوريه ب 11 فبراير، انا مستند لشرعيه الرضا الشعبي فقط، ان الناس قالت لك الجيش والشعب ايد واحده، وبالتالي انا ما عنديش فكره، ما عنديش قدره ان انا امشي البلد دي غير لو تحالفت مع التيار او مع المجموعات السياسيه المنظمه. لم تكن هناك قوه منظمه غير الاخوان المسلمين، دي حقيقه، ولم يكن هناك خيار اخر برضو، عشان يعني انا شخصيا طالما كنت ساقط على المجلس العسكري عشان النقطه دي، لكن هي حقيقه. بمعنى ان انا طب انا هتفاوض مع مين؟ كل ائتلاف فيه 10 افراد او 15 فرد في الاخر هم غير مؤثرين سياسيا لانهم مش منظمين، مفيش احزاب سياسيه موجوده، بغض النظر المتسبب في الوضع ده كله مين، يعني مش نناقش في النقطه دي، بس في الاخر ده الوضع القائم. ففي الاخر انا عشان اضمن استقرار كان لازم ان انا هوصل لتفاهمات حول اطار مع هذا التنظيم. الاطار ده كان ايه؟ كان احنا هنعمل انتخابات بشكل معين. للاسف نتيجه الانتخابات كانت في مصلحه الاخوان، لكن في الاخر المنظومه لم يتم تسليمها للاخوان عن عمد. لو احنا عايزين نشوف نموذج تسليم السلطه للاخوان بفكره خدوا السلطه، هي نموذج موجود في نظام سوار الذهب والبشير، يعني السلطه نفسها سلمت تسليم، يعني تسليم باليد بشكل من الاشكال. البشير عمل انقلاب هو حليف للترابي، سوار الذهب عمل انقلاب قبله في 85 ضد نوميري كان بيجهز بيه البشير، لم يعرف احد مطلقا ان سوار الذهب اخوان غير يمكن من 5-6 سنين، يعني لما ابتدى واضح بقى ان هو ده هو بيرأس جمعيات اخوانيه في السودان بعد اكتر من 20 سنه. يعني الفكره كلها انك انت كيف تخترق النظام، وتم يعني الجيش السوداني نفسه بقى ليه توجه ايديولوجي واضح منذ انقلاب البشير، توجه ديني، حتى حرب الجنوب بشكل من الاشكال تم تصويرها على انها جهاد، الدستور بتاع يعني الدستور اللي تم اقراره في سنه 97 في السودان او 98، الدستور نفسه دستور يعني واضح، يعني بيتكلم يعني مثلا يقول لك ان تسعى الدوله الى تطبيق مش بس تطبيق الشريعه، تسعى الدوله انها تكون ان المواطن يؤدي واجباته فيها مطيعا لربه الى اخره. هذه النصوص عجيبه، يعني نصوص عجيبه في الدستور، احنا لو قرينا دستور السودان وهو الدستور الحالي بالمناسبه لم يتم تعديله هتلاقي هذه النصوص فيه. فالفكره ان المنظومه دي
الجيش نفسه لم يتم اختراقه. هل حصلت موائمات؟ حصلت موائمات، وده وضع طبيعي، يعني ده وضع طبيعي في اي سلطة. السؤال رقم اتنين، طيب انت بتقول ان هيحصل ان في موائمات بتحصل، وبالتالي هتحصل موائمات مع الاخوان او مع السلفيين، وده الجانب التاني. حصلت اتفاقيات مع او يعني موائمات مع السلفيين منذ 30 يونيو، حصلت. هل هتحصل مع الاخوان؟ في اعتقادي مفيش، وهقول ليه. لكن الفرق بين فكرة الموائمة السياسية وفكرة المجال السياسي دي لازم نشرحها. رقم واحد، انا ازعم وهو مجرد زعم خاص بي يعني، ان المواءمات السياسية مع السلفيين ارتبطت بشكل اساسي على ارضية واحدة، الاستقرار. يعني لم يكن هناك ما يقدمه الطرفين لبعض غير ان احنا عايزين استقرار، وفي مقابل ذلك مش هيتم منعكم من انكم تقولوا رأيكم او كذا مش عارفين. لكن عمليا حصل منع لبعض القنوات المرتبطة بافكار السلفيين. على مدى، دخلنا دلوقتي في كام، 10 شهور، على مدى 10 شهور السلفيين مش موجودين في المشهد المصري بالشكل اللي كانوا موجودين فيه حتى في عهد الاخوان. موجود، ما هو بطبيعة الحال موجود، هو مش هيختفي برضو، مش هندوس على زرار هيختفي، لكن المساحات اللي موجودة ليه قلت. ارتباط الناس بيه، انا عايز اقول حاجة، حتى الضجة اللي اتعملت مثلا على كلام ياسر برهامي مؤخرا، الضجة دي بتشير لحاجة معينة، ان في واقع الامر لو احنا بقى بنتكلم على الدولة المسيطرة، احنا بنقول الجيش هو اللي بيحكم، ده السيناريو رقم واحد، لسه هتكلم في التاني. الجيش بيحكم، طيب الجيش بيحكم، انت بتقول اذا ان وسائل الاعلام كلها مسيطر عليها من الجيش، او على الاقل ليه نفوذ كبير فيها ويقدر يمرر الافكار اللي هو عايزها. كان من الممكن لو ان الدولة بتتبنى خطاب مهادنة مع السلفيين مثلا، ان هي ما تسرش الضجة اللي صارت على ياسر برهامي دي في وسائل الاعلام، وانه يعني بطريقة بقى تليفون صغير هيجي يقول لك يا عم هدي اللعبة، احنا مش ناقصين، ده الاخوان ضدنا. ده ما حصلش. الضجة دي ما كانتش في وسائل التواصل الاجتماعي بس، يعني ممكن نقول وسائل التواصل الاجتماعي ما عليهاش سيطرة، لا، ده حصلت حتى في الإعلام اللي نفس الناس دي بتقول إنه إعلام موجه من الجيش. أيا كانت بقى القنوات، إحنا عارفين كل القنوات الخاصة بيتقال عليها إنها موجهة من الجيش. بغض النظر ده صحيح ولا غلط، يعني اللي حاطط سيناريو إن الجيش مسيطر على كل حاجة وهو اللي بيمشي كل حاجة، بيقول لك إن القنوات دي كلها الجيش هو اللي بيحركها. طب إذا كان الجيش هو اللي بيحركها، طب ليه بيهاجم، أو ليه بلاش يهاجم؟ ليه بيركز على السلفيين سبوت لايت في المواقف اللي تبان غير شعبيه وتقلل من شعبيتهم؟ اذا سلمنا بالسيناريو ده معناها ان هو بيحارب الافكار السلفيه بشكل من الاشكال، بس انا يعني شخصيا ده مش رايي، بس انا بقول ان ايه، لا هو مش بيعمل كده، هو في الواقع بيمارس دور من السلبيه، ان اعمل اللي انت عايزه وغيرك هيعمل اللي هو عايزه. قبل كده الوضع ما كانش كده. اللي عايز اقوله ان في من قبل عام 2011 قررت الدوله المصريه ان هي تواجه الاخوان بالسلفيين بشكل من الاشكال كفكر، مش بالضروره، انا مش عايز ادخل في فكره اصل السلفيين كانوا تبع امن الدوله، لا انا ماليش علاقه بالكلام ده، اللي ما عنديش دلائل عليه مباشره اقدر اقول. لكن اللي احنا نقدر نقوله ان في اطار الدلائل المباشره كان في عمليه توازن بين الفكر ده والفكر ده عشان نحارب الفكر التنظيمي بتاع الاخوان. ما بعد عام 2011 مفيش الفكره دي، التوازن قائم على فكره لا ده في اخوان وسلفيين وفي غير الناس دي وبتقول رايهم بشكل عادي.